أخرج به الرحام وألزمه الأنام. وقال عز القائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الحمد لله الذي شرع النكاح لتعففوا وسن التناسل بينكم كي تضاعفوا. وقال بيانا لذلك لتعرفوا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم يوم القيامة. اعقدوا نكاحكم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكالت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أشهدكم معشر الحاضرين في هذه البلدة الطيبة من هذه المدينة المباركة بأني زوجت السيد الأحسن شنباع إلى السيدة جمعة بن مود على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ما اتفق واشترطا عليه من الصداق، وعلى ما جاء في التنزيل: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبحكم وكالتهما إياي قبلتها له وقبلتها لها. بارك الله فيهما وجعل وارثهما منهما وجعل بينهما بنين وحفدة. ويغفر الله للحاضرين والغائبين عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكرمنا بها بنور الفهم وتخرجنا بها من ظلمات الوهم وتوضح بها ما أشكل عنا حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلامين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتسير وتكون بها يا مولانا من لدنك وليا ونصيرا. اللهم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وليلة يا أرحم الراحمين آخر يوم من شهر صفر، اللهم أجب فيها دعانا واقبل فيها رجاءنا واغفر فيها ذنوبنا واستر فيها عيوبنا وفرج فيها هممنا وكربنا واجلب فيها الخير لوطانا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام قلت في محكم تنزيلك ادعوني استجب لكم وقلت وقولك الحق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم كف الضرع عن أفعالك يا أرحم الراحمين في هذه الليلة المباركة، أجب فيها دعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من المنفقين نفقاتهم واجعلها في ميزان حسناتهم وحسنات موتاهم. الموتى اللهم ارحمهم واغفر لهم وتفرج عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم يا ارحم الراحمين. احيا اللهم بارك فيهم وبارك لهم وبارك عليهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واجعل ما انفق من نفقه يا ارحم الراحمين في ميزان حسنات موتاهم وحسناتهم يا ارحم الراحمين. اجعل لهم في كل حبه الف حسنه والف مغفره والف عتق من النار والف درجه في الجنه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل جمعنا جمعا مبرورا وتفرقنا به تفرقا معصوما. اجعل فينا ولا منا ولا عينا شقيا ولا اخرين يا ارحم الراحمين. في هذه المناسبه السعيده يا رب العالمين اجعل هذا القران قران قران خير وبركه يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين الزوجين بخير وعافيه يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلها له كامنا ذرع لابي ذرع
واجعله لها تأدي نظر أي أم نظر يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم آدي من يصعد بينهما، اللهم آدم علينا وعليهم سعادة الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ألف على خير قلوبنا وقلوبهما، واجهدنا وإياهم سبل السلام يا أرحم. اللهم اجعل وارثهما منهما، اللهم اجعل وارثهما منهما، اللهم اجعل وارثهما منهما، واجعل بينهما بنينا وحفدا، وارزقنا وإياهم من الطيبات يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والنعم، اجعل هذه الزوجة لهذا الزوج ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها أصرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حضرته في نفسها وماله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اطعنا وإياهم من الحلال يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أجعل وارثهما منهما، واجمع بينهما بخير وعافية، وألف بينهما وألف بين العائلتين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لشبابنا يا أرحم الراحمين وأداء هذه السنة الحمدية يا رب العالمين. اللهم اغننا وإياهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عما سواك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعطي للطالبين ما طلب، والراغبين ما رغب، والقاصدين ما قصد يا أرحم الراحمين يا أخي. المقصود أنت يا الله، والمقصود أنت يا الله، والمقصود أنت يا الله. اللهم هات الوجوه الطيبة التي حاضرت ولبت الدعوة يا أرحم الراحمين، فصرنا وإياها من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. رد المسافرين إلى ديارهم وإلى أهاليهم وإلى أقربائهم وأزواجهم وذرياتهم ومساكنهم يا رب العالمين، سالمين غانمين مرفوقين بقضاء حوائجهم الدنيا وزور الأخرى يا أرحم الراحمين يا رب. أجعل لها في كل خطوة حسنة، وضع عنهم بها سيئة، وارفع لهم بها درجة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لساننا يعلم عن طريق سنتنا، واعطنا ما يسر حالنا وأحوالنا من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض تحت الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابدل لنا السيئات بالحسنات إنك على كل شيء قدير. اللهم ابدل لنا السيئات بالحسنات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. ارحمنا، ارحم والدينا، ارحم والدي والدينا، ارحم مشايخنا، ارحم من عدمنا، ارحم من لم يحق علينا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم وأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.